مساكم فل لي، إذا كنت تبني أو تشطب خليك قريب من هذا الإعلان. أنا موجود في شركة المعمار السعودي للنوافذ والأبواب. طبعا المواد اللي نشوفها هذه في الخلف هذه ما هي ألمنيوم، هذه المادة القوية، المادة الراقية اليو بي في سي. المعماري موجودين بالسوق من عام 1999، بدأوا مصنعهم من أبوظبي وانتشروا في دول الخليج، موجودين بالإمارات، موجودين بقطر، موجودين بالبحرين، موجودين بعمان، وموجودين بالسعودية، وبالسعودية هنا موجودين بالرياض عندهم مصنع وعندهم معرض، وهنا أيضا بالشرقية عندهم صالة العرض اللي أنا متواجد فيها الآن، بالإضافة عندهم مصنع في الخبر. فقط بالمنطقة الشرقية منفذين أكثر من 700 فيلا، ومشاريعهم بكل مكان، بالأحساء، بالخبر، بالدمام، بالقطيف. بالقطيف حابين تعرفوا على مشاريعهم، موجودين بدالة الرامس، موجودين بتاروت، موجودين بسيهات، موجودين بالعوامية. فأقرب منطقة إلك حاب تشوف شغلهم يطلعوا معاك على أرض الواقع. ومتعودين بكل تغطية أجيب لكم خصم، فخلينا الخصم لنهاية التغطية. خلينا أول شيء نتعرف على هذا المنتج من قرب، اليو بي في سي. طبعاً يشوف شكل النافذة كذا يفتكر إن هي ألمنيوم. شنو الفرق الآن أو شنو مادة اليو في بي سي؟ تمام، المادة اليو بي سي هي مادة بلاستيكية معالجة حرارياً، بحيث إنها تساعدنا على عزل الحرارة بعكس مادة الألمنيوم العادية. طبعاً في بالألمنيوم إشي اسمه ثيرمال بريك سيستم. طبعاً ثيرمال بريك عبارة عن كسر حرارة، عبارة عن قطعة ألمنيوم خارجية، وإحنا الآن داخل البيت نفترض، فبيكون في ألمنيوم من هنا وألمنيوم من هنا، وبالنص البلاستيك بحيث إنك تكسر الحرارة عشان لا توصل الحرارة لداخل البيت، وبنفس الوقت تحافظ على التكييف داخل البيت. حلو. بالتالي اليو بي بي سي يوفر لك هذه العملية بمنظومة متكاملة، تمام، بحيث يعزل لك الحرارة وبيعزل لك عن الغبار وبيعزل لك الصوت بنفس القوة. بنفس القوة، وأوريدي هو مدعم بألمنيوم من الداخل حق الإكسسوارات. حق بالضبط عشان الإكسسوارات، وبنفس الوقت هو محكم الأغلاق. بالإضافة في عندي اليو بي بي سي يا طويل العمر، هو عبارة عن في زوايا ملحومة الحام بالألمنيوم، ما في شيء اسمه الحام. إيه هذه الحام؟ الزوايا ملحومة الحام على درجة حرارة 255، تمام. هذا كله يعتبر يساعدني على العزل، عزل الغبار، عزل الصوت، عزل الأمطار، تمام. وبالإضافة إذا دبل أكشن، إذا بتلاحظ هون شوف هذا كيف القفل، هذه الأقفال كلها بتتحرك، هذه الأقفال لما تتحرك بتساعدني على العزل كامل. هذه القطاعات المستخدمة أخوي مهند؟ طبعاً عشان تكون بالصورة، كلها قطاعات خاصة فينا. إحنا ما عندنا قطاع نجيبها من ألمانيا، منجيبها من تركيا، لا، هذه القطاعات إحنا بنصنعها خاصة فينا، وبنعطي عليها ضمانات 25 سنة و10 سنوات على الإكسسوارات. 25 سنة على مادة اليو بي بي سي؟ على مادة اليو بي بي سي نفسها، من أي تقوس، أي تمدد، أي انتفاخ، تمام، أي إشي بتأثر بالعوامل الجوية إحنا مسؤولين عنه. يصل. تمام. بالإضافة أنا اليوم بمناسبة أنك أنت موجود عندنا أخ محمد، بعطيك عرض 30 سنة لكل متابعينك، بالإضافة إلى الخصم اللي طلبتني. ضمان 30 سنة؟ 30 سنة لكل المتابعين إلى نهاية شهر أكتوبر، 30 سنة على القطاعات و10 سنوات على الإكسسوارات. بالإضافة يجي منا ألوان عديدة. طبعاً عندهم أكثر من سيستم إلى النوافذ والأبواب. أخوي مهند، خلينا نشوف الانواع اللي موجوده عندكم. طبعا يا طويل العمر هذا اللي هو بديل السحاب العادي التقليدي. طبعا انا موجود عند السحاب وراح نشوفه مع بعض، بس هذا بديل للسحاب عشان السكه ما تجمع غبار. حلو. تمام، هذا بسموه تلت اند سلايد، نظام السحب نظام القلب. هذا ما بيكون فيه سكه، هذا بيكون فيه ماكينه كامله، وبالاضافه الى 8 اقفال حوالين الشفرات. 8 اقفال عشان نضمن الاحكام. ها، 8 اقفال، تمام. طبعا كل ما صغر بصير عدد الاقفال اقل. طب هو يتراوح من 6 الى 8 اقفال، هو اللي هو نظام التلت اند سلايد، اللي هو النظام رقم 1 بالعزل، هو والدبل اكشن. هذه نظام الدبل اكشن تفتح معي كده نظام الحركتين. اوكي، تمام. هذا بيكون فيه 4 اقفال فما فوق، وهذا نظام السحاب التقليدي المسار العادي. السكه موجوده زي الواضح. عندك حديقة، مسبح، وفيها أطلالة، وتبغى تشوف أنت وضوح الرؤية، جمال المكان. صحيح. كيف طريقتها هذه أخوي مهند؟ تجمع بين منطقتين، منطقة خارجية ومنطقة داخلية، ما لك إلا الفولدينج دور. يا سلام. طبعا فولدينج دور بعزل، مش مجرد فولدينج دور وما في عزل، هذه مشكلة الفولدينج دور بأغلب الشركات. يا سلام، إيش رأيكم يا جماعة؟ حد 6 متر. إلين 6 متر؟ والله شيء عجيب يا جماعة. الأولى هذه خلينها تفتح كباب عادي، حتى إذا هذه مزعجة بالنسبة لك بقدر أخليها مع المجموعة هذه. يا سلام، والباقي سحاب، أو أنت حاب كله يكون سحاب بإمكانك. ما شاء الله تبارك الله، مع إحكام وعزل قوي. بالضبط، أقفال نفس الشيء، نفس الموجود في الدبل أكشن، في أقفال موجودة عندي بالفولدينج.
شنو هالجمال، شنو هالفخامة. طبعا منتجات كثيرة ما نقدر نغطي كل التفاصيل الموجودة عندهم، بس شوفوا لي هذا المنتج كيف القوي. هذا شبك حشرات مخفي. أنا اليوم مسكر دريجتي، عندي 4-5 أشهر من السنة ما بقدر أستخدمها، بروح على هذا الشبك، هذا التور بيساعدني بحافظ لي شكل الزجاج كل واحد الثابت واللي بيفتح. يا سلام. هيك صار متى ما أنت فتحت الشباك تفتحه بتهوي بيتك. أنت طول السنة أغلب الأوقات ما بتفتح الشباك، مقفل التور بتحافظ على نظافة الزجاج. هذا بعض الاختبارات اللي عاملينها على الحرارة وعلى الصوت. شوفوا أول حاجة يا جماعة، هنا بارد، والآن بسبب اللمبة الحارة اللي موجودة طبعا من الداخل هنا في حرارة. الصوت أخوي مهند نبغى نختبر الصوت. يا سلام، افتح لي ثاني مرة. ايش رايكم يا جماعة؟ احكام. ايضا من الاختبارات الان اللي بنجربها هنا غرفة غبار. كيف حاطين غبار هنا، نبغى نشوف كيف. شوف كيف الغبار من خارج البيت. افتح الشباك مرة ثانية، شوف كلها ما تدخل على داخل. الحين راح اشغل لك الهواء. يا سلام. طبعا بامكانكم تركيب المفتاح هذا. شايفين الغبار يا جماعة؟ احكام، احكام قوي. بالنسبة للديزاينات عندهم ديزاينات كثيرة، يعني هذا الآن باب لدورة مياه الله يكرمكم، عندهم تصاميم كثيرة. هذا الباب الداخلي، باب المجلس، باب مدخل البيت الرئيسي، طبعا جاي 5 أقفال. وهذا ديزاين آخر، عدة ديزاينات. طبعا عندهم تصاميم كثيرة، إن حبيت مودرن أو كلاسيك أو أي تصميم أنت تجيبه ممكن تنفيذه. جمال النوافذ، الله، صراحة يا جماعة شيء خطير. إن شاء الله استمتعتم معنا بالتغطية، ومقدمين لكم خصم راح يتحملون الضريبة 15% فقط وفقط لمتابعين محمد الضامن. هذا العرض راح يكون إلى نهاية شهر أكتوبر. طبعا بإمكانكم تتواصلون معهم، حابين تجوا تزوروهم بالمعرض، حابين تطلعون على مشاريع هم نفذوها، بعد السنابة هذه راح أحط لكم الإنستغرام ورقم التواصل، تتواصلون معهم ويطلعوا معاكم ويعملوا لكم تسعيرة وخطة عمل مجانا، وانت بعدين فكر وقرر. وهذا موقعهم، موجودين بالخبر شارع الملك عبد العزيز مع تقاطع شارع 16، هذا طريق الدمام الخبر الكباري. هناك تصير مطابخ الأمريكية، وهنا عندنا أكسينا، هنا مجموعة محلات حق المطابخ. فقط اكتب بجوجل المعماري السعودي المعرض اللي موجود بالخبر يطلع لكم، ورقم الجوال موجود عندكم على الشاشة.